الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب يصل إلى ميامي لمواجهة تهم جنائية فيدرالية. من المقرر أن يكون ترامب المرشح الأول لترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في محكمة اتحادية في ميامي الثلاثاء الساعة 3 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 7 بتوقيت غرينتش، للمثول الأولي في القضية. يحدث هذا في حين أظهر استطلاع للرأي أن الغالبية العظمى من زملائه الجمهوريين يعتقدون أن القضية لها دوافع سياسية. ترامب متهم بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق الأمن القومي الأمريكية والكذب على المسؤولين الذين حاولوا استعادتها. وأعلن ترامب براءته وتعهد بمواصلة حملته لاستعادة الرئاسة في انتخابات نوفمبر 2024.